عشان الرياضة هو دورنا، بحث عن المواهب هو هدفنا في برنامج العالمي. انتوا عليكم مواهب واحنا علينا أزهرها في برنامج العالمي. عالم الرياضة عالم كبير وعالم الشباب عالم أكبر، عشان كده نهتم بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجكم العالمي. طبعا حلقتنا النهاردة هنتكلم معانا أخبار حصرية وأخبار جديدة في كرة القدم المصرية، طبعا اللي إجت الأسبوع اللي فات في الدوري المصري. ومعانا أولى الأخبار، النادي الأهلي ينتظر إعلان بيراميدز عن ضم رمضان صبحي رسميا لطلب حق الرعاية. طبعا عرفنا ان رمضان صبحي رايح نادي بيراميدز والنادي الاهلي منتظر الاعلان لطلب حق الرعاية في اللاعب رمضان صبحي. في ذكرى رحيله الكابتن محمود الجوهري جنرال بدرجة تاجر السعادة الاول في الكرة المصرية. كابتن محمود الجوهري كان كابتن منتخب مصر السابق الله يرحمه، كابتن قدير، وطبعا في الكرة المصرية حاجة عالمية وحاجة مشرفة في الدوري المصري على مستوى الجمهورية، وكان كل اللي بيعتز بيها وكله بيفتخر طبعا كابتن محمود الجوهري جنرال الكرة المصرية. مجلس إدارة منطقة بورسعيد لكرة اليد برئاسة المهندس طارق الجيزي يتقدم بخالص التهاني مجلس إدارة نادي بورسعيد لكرة اليد لصعود فريق كرة اليد إلى دوري المحترفين. عرفنا ان كان في فريق يد في نادي بورسعيد الرياضي وطبعا صعد لدوري المحترفين، حاجه مشرفه طبعا في دوري كره اليد في محافظه بورسعيد. الغاء عقوبه ايقاف الصفقات للنادي المصري، الغاء عقوبه الصفقات للنادي المصري، كما كنا عارفين ان في وقف للصفقات الجديده على النادي المصري طبعا تم الغائها بعد حكم المحكمه الرياضيه. علي ماهر اهدف لتحقيق نتائج تليق بالنادي المصري. كابتن علي ماهر المدير الفني الجديد للنادي المصري يهدف لتحقيق نتائج جديده طبعا في مسابقه الدوري المصري الماتشات القادمه ان شاء الله. معانا مركز شباب الزهور محافظه بورسعيد طبعا مقدم مشروع جديد استثماري، كان الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه، اقامه فندق، اقامه منشات رياضيه جديده. طبعا الدكتور استاذ مجدي عمار رئيس مجلس اداره النادي ومجلس الاداره قائم في مركز شباب الزهور مقدمين المشروع بقاله فتره كبيره. طبعا يا ريت ان شاء الله الدكتور اشرف صبحي يلقي نظره على هذا المشروع. معانا طبعا ارحب بزميلي الضيف الجديد طبعا الكابتن اشرف الشاهد رئيس مجلس اداره شركه الشاهد سبورت. اهلا وسهلا كابتن اشرف. مرحبا بحضرتك يا استاذ محمد والسلام المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه كويسه المشاهدين يستمتعوا بيها. شرفتني كابتن اشرف. معايا طبعا ضيفي الكابتن ايهاب الحسيني مدير فني فريق الكوم الاحمر الدرجه الثالثه. اهلا وسهلا كابتن ايهاب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. معايا كابتن اشرف، عايز طبعا اعرف حضرتك برضه نعرفنا الشركه. طبعا دي تاني حلقه وكانت الحلقه اللي فاتت طبعا كانت مليئه مثمره بالاخبار عن الشركه وعن التجربه بتاعتك في الاستثمار الرياضي، وعايز اعرف انت شايف فكره الاستثمار الرياضي في مصر ازاي عن طريق الشركه بتاعت حضرتك. بص يا استاذ محمد، احنا زي ما اتكلمنا كنا في حلقه مع حضرتك قبل كده واتكلمنا عن الاستثمار الرياضي في سواء في مصر او بره مصر، تسويق اللعيبه. في مشاكل كتير طبعا الفترات اللي فاتت ديت كانت بسبب احنا ذكرناها، اسباب احنا ذكرناها في الماضي اللي هي في الحلقه اللي فاتت ان اغلب اللعيبه ما بتبقاش متعايشه مع الاجواء اللي بره من ناحيه النواحي الاداريه والفنيه والاجواء، فبتبقى في صدمات كتير مع اولياء الامور اللي هو بيبقى فاكر ان ابنه يعني من الفت اللي هو يلعب بره وهو مكتمل الصيغه الاحترافيه، وده طبعا ما بيبقاش مكتمل خالص ولا 25% منه. فهي دي اللي بتبقى بتواجه صعوبات بس في الشركه، بس احنا ماشيين برضو بالايه بالخط اللي احنا ماشيين عليه. يعني احنا بنكلم اولياء الامور، بنوضح الصوره ازاي في الدوله اللي هو رايحها، المدد، التفاصيل اللي هتحصل معاه هناك بالبوينت 1 2 3 على طول، يبقى عارف النظام هيروح على ايه ويعمل ايه عشان ما يبقاش في مشاكل بعد كده. بيبقى هو عارف المدد كمان، المدد اللي هو ياخدها بيجي بيتكلم يقول لك انا قعدت فتره معايشه مده اسبوع ولا انا قعدت شهر والضحك ومش الضحك والحاجات دي. فدي لا، احنا في الشركه احنا واخدين نهج كده، بنوضح الامور من هنا. دي كان ممكن كانت في اخطاء في السابق، لكن في الحاضر الحمد لله احنا متلافين كل الاخطاء.
تاني حاجة في التسويق، في التسويق الداخلي أو الاستثمار الرياضي في الأندية، احنا ماسكين نهج كده طبعا معانا الكابتن إيهاب ومجموعة كبيرة من المدربين، قافلين على مركزين كده يعني الكم الأحمر ومركز شباب الكم الأحمر ده في الجيزة ومركز شباب البراجيل، قافلين عليهم بالناحية بتاعتنا بالشكل جميل اللي احنا عايزين نشتغل بيه، جميل إن احنا هنخلي اللاعبين موجودين عندنا، اللعيب يبتدي من هنا، جميل احنا مش من احنا نقطة ما البداية. اه من نقطة البداية، اصل احنا بص كتير قوي تلاقينا على السوشيال ميديا والحاجات دي اللي بيجيب لعيب ويوديه المقاولين ب 25000، واللي يجيب لعيب يوديه مش عارف ايه ب 30000، والصورة ان هو ده التسويق. لا، هي دي مش التسويق، ده نهاية اللاعب، دي نهاية اللعب. تمام، هي ان دي هو نقطة هنتكلم فيها، دي النقطة دي مليانة كتير بال لا لا كتير قوي، دي عايزة حلقات يعني هنفضل في الاستوديو كتير. تمام. طب كابتن أشرف، كيف ترى فكرة تجربة تركي الشيخ مع نادي بيراميدز؟ بس احنا شايف تقييمك ليه؟ بس هي تجربة ناجحة 1000000% طبعا، بس احنا هنا في مصر احنا بناخد، مش ما خدناش الايجابيات منها، لا احنا خدنا السلبيات منها، ازاي انك انت بتفتح مجال الاستثمار، ازاي انك انت بتحاول تعمل نادي عنده كل السبل الصحية للاعب المحترف من البراعم لحد الدرجة الأولى. سواء الناشئين او الدرجه الاولى. لكن احنا خدنا النواحي اللي هي ايه اللي هي احنا اللي احنا كمصريين واخدين عليها، اللي هي الاستفاده الماديه وخلاص، على كده انت ما تستفادش من اي مدارس الراجل كان بيجيبها لك اجنبيه، سواء في التدريب سواء كلاعبين، يعني احنا شفنا لاعبين كانوا استحاله يخطوا خطوه مصر، يعني احنا شفنا كينو عنده فروقات كبيره قوي بينه وبين اللعيبه طبعا في المصريين، فرق كبير طبعا بين كينو والى فلا مصر. احنا ما استفدناش، يعني احنا خدنا السلبيات وما وصلناش للايجابيات، فاحنا كنا احنا بنتمنى الناس تبص على التجارب ان هي تستفاد الايجابيات بتاعتها وتنمي الايجابيات بتاعتها، وما تبصش على السلبيات اللي هي الناتج بتاعها قصير، يعني قصير المدى ما تمام بنستفادش منه ككرة في مصر. جميل تمام. كابتن إيهاب، عايزك بقى تكلمنا عن فكرة ضخ استثمارات قوية وأموال كبيرة في انتقالات الدوري بالمصري. مفيش لعيب مصري يستاهل الارقام اللي احنا بنسمعها دي. انا في نظري او رايي، انا في المجال او كمدرب كوره، جميل انا شايف لعيبه الكوره كلها، وكنت قلتها في برنامج قبل كده، لعيبه الكوره في مصر كلها شبه بعض. جميل، احنا عبد الله اتكلمنا قبل كده في السعيد، النقطة دي. انا في نظري عبد الله السعيد هو اللاعب الوحيد اللي في ناحيه تانية في مكان تاني، لكن انا عمال اسمع ارقام، وامبارح شفت عرض كده متقدم لرمضان يعني 80 مليون ده 80 حاجة. مليون و10 اسيست ومش عارف حاجات كده غريبة لا تصلح في الدوري المصري، وانا شايف الارقام باهظة وارقام ما يستاهلهاش. ما بقللش من شأن حد في مصر، انا ما بقللش في شأن جميل، حد، انت ما بتشوفها بقللش، ازاي بقى بالنسبة للعيبة وبالنسبة انا شايف لفرق الدوري الممتاز؟ للمرة المليون وبقولها ان لعيبة مصر كلها شبه بعض، كل لعيبة مصر كلها البوزيشن واحد، ده انا شايف كلها تقييم واحد. خلاص، انا مقتنع بكده. لكن اللعيبه في مصر المره من عبد الله السعيد فقط لا غير هو اللي يستاهل الارقام دي، غير وانت كده شايف فاضيين. ان تجربة رمضان صبحي هل فادت النادي الاهلي ولا ضرت النادي الاهلي؟ لرمضان ولا الاهلي؟ فرقة رمضان فريق اللاعب رمضان صبحي هل هو طبعا مستفاد ماديا، ماشي اي مستفاد حد ماديا؟ فينا اي شايف حد ان هو فينا عشان فاد النجوم النادي بتاعه فادي النادي الاهلي في ايدي حاليا ماديا، ماديا اكيد هيفيده ماديا بالارقام ديت، ولا اكيد فاد هيستفاد. النادي الانجليزي بتاعه؟ انا عايز اتكلم بس في حاجه تانية، الجمهور كله، جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر عامه، نازلين سلخ في رمضان، واي حد مصري فينا هيحصل معاه نفس اللي حصل مع رمضان هيوافق. هيوافق كده، عشان مش عايزين ننافق بقى زياده عن اللزوم، خلاص الانتماء ما عادش الكرة انتماء، خلاص بقى مفيش الكرة كده. دلوقتي فلوس، كابتن اروح حسام هنا ابراهيم، اروح هنا خلاص. كابتن حسام وكابتن ابراهيم نايمين، قمنا الصبح لانهم في نادي الزمالك. حسام ابراهيم انا في نظري انا كنت لسه صغير، خلاص هو من اول هنا البوابه فتحت من هنا، فمش عايزين موضوع التشريح في رمضان وتقطيع وي 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 وي، عايز يامن مستقبله. يعني انت شايف فكرة الاستثمار الرياضي على مستوى مصر اتكلمنا فيها نقطة واثنين وثلاثة مرة كذا مرة، يعني هو في حاجه حصلت من عند ربنا كده الحمد لله، دكتور محمود سعد
لسه مفجر قنبله كده من قيمه 10 ايام جميل، او من اسبوع. حته القوائم، القوائم، قوائم خلاص قوائم بقى من 30 لاعب خلاص 25 لاعب، 25 يعني القائمه اللاعب بتاعت اللي البراعم يصلح بقى، هو اللي موجود. والبراعم بقى الكوارث اللي كانت بتحصل اللي كنا بنتكلم فيها، وانتوا كنتوا بتفضلوا تقولوا اقعد ساكت ما تتكلمش. البراعم كنت تلاقي المدرب مقيد 80 لعيب و90 يعني لعيب اللاعب اللي يصلح هو اللي موجود هو اللي خلاص يتقيد. دلوقتي بقى. احنا الشركه، احنا في الشركه دلوقتي بنعمل، احنا شغالين شغل كويس، عندنا لعيب كويس هنستثمر فيه كويس زي ما الكابتن ما قال لك. عندنا لعيب اسمه عبد الرحمن مراد، لعيب نادي بني عبيد، والسنه اللي فاتت كان معانا في الكوم الاحمر، ان شاء الله بكره هيخلص في نادي الجيش ان شاء الله بامر الله. جميل. استثمرنا صح، ولا دفعنا فلوس وما رحناش جبنا، اشتغلنا على الولد وشغالين كويس، والولد الحمد لله اتنقل عن طريق الشركه وعن طريق كابتن اشرف وعن طريق كابتن ايهاب بطريقه كويسه. الولد كده ايه، احنا استثمرنا كوره، استثمر كوره ما كمان. رحناش طلبنا من ابوها جميل. 100,000 و50,000 ورحنا مع مدرب الجيش وخلصنا، ما فيش الكلام ده. هو ده الاستثمار، الناس فاهمه الاستثمار غلط. 5,000 و10,000 والولد يطلع له كارنيه يا ده ويقعد على ب الدكه، وجيم وب ما فيش الف ادفع وباء. الله سبعة يبارك وادفع لك. عشرة مش انا قلت لك في حلقه قبل كده، هنمشي ورا دكتور محمود سعد هننجح، هنمشي ورا الراجل ده هننجح. هو اول خطوه راجل دكتور اتخذها، محمود طبعا عمل خطوة هو ما حدش إيجابية. يعملها، القوائم، ما حدش يعملها الا دكتور محمود لا سعد. بكرة الوحيد القوائم اللي هيستحق هو اللي ما هيتقال. فيش الف ب وجيم، في الف يعني ايهاب دلوقتي هتاخد فرقه الف، يا يعني عايز 25 لعيب راجل، 25 لعيب يعني مفيش بقى دول عمليات انتحاريه لعيب في كسر الملعب. هيتقيد مفيش الكلام ده. خلاص هو ما انا اللعيب اللي ما عنديش وقت دلوقتي بقى ان انا اقيد لعيب ب 20 وب 30 وواحد ما بيعرفش يباصي. يا كابتن الناس كانت بتدي كوره بيشالوه كده في الاوداد، يا كابتن وبصك كده وبصك كده، كنا بنشوف بلاوه يا كابتن. هي يا كابتن كان في هي بلاوه. الاستثمار الرياضي ما خلاص بص ما لاعب رجله الاثنين شمال بص كابتن اشرف قال لك ايه، ان احنا فهمنا الاستثمار ايه غلط، والناس فعلا فهمت غلط، والناس فاهمه غلط، ولحد دلوقتي كلمه الاستثمار غلط. اي حد بيفتح الاكاديميه ويجمع شويه لعيبه يلا ياخد اسم نادي، بقيت مدرب اقف على اللاين، على اللاين كده وزعق واتخانق ويلا وجيبوا جون واحضنوا بعض وبصوا بعض، والموضوع خلص وخلصت ولا حد استفاد. كم فرقه استثماريه اشتغلت السنه اللي فاتت؟ طب احنا السنه اللي فاتت كم فرقه كم نادي؟ السنه اللي فاتت انا كم وكابتن فرقه اشرف، كم نادي؟ انا وكابتن اشرف اشتغلنا المنهج بتاع الفرقه الاستثماريه فرقه الكوم الاحمر، والحمد لله دلوقتي بنفرغ لعيبه. جميل. عندي الجون بتاعي عبد الرحمن زنجي ان شاء الله بامر الله الاعلاميين، عندي فراج الباك رايت ان شاء الله الشرطه، عندي بودي زي ما قلت لحضرتك راح خلاص الجيش، عندنا لعيبه كتيره قوي بنفرغها. جميل. كابتن اشرف دلوقتي بيبقى قاعد في مكتبه وبيتصل دلوقتي بالمدربين في الانديه، عندي ايتو راح الاسماعيلي، الكابتن اشرف بيكلم النادي انا بعت لك لعيب كوره. هو ده الاستثمار اللي احنا اشتغلناه، كنا قادرين ناخد من كل لعيب 3,000 و4,000 ونجمع مبلغ، واللعيبه السنه دي ما عملناش حاجه، احنا اشتغلنا على من غير حاجه. هو ده الاستثمار في الكورة. اللي عايز يفهم لكن الناس فاهمه الاستثمار، هات 3,000 هات 4,000 يلا واضحك على الولد، أيوة. واضحك على هات ابوك، هات سبعه وانا اجيب لك شنطه واجيب بس لك كده، طقم والشنطه واجيب لك والحاجات دي كلها والموضوع ده كله، ويلا لا حزب الله ونعم الوكيل، وطلع لك كارنيه اتحاد كوره ويلا اشترى. حزب الله ونعم الوكيل. بص تلاقي 50 فرقه في الدوري وبيلعبوا، فرقه بتاكل 10 السنه اللي فاتت مفيش كوره اقسم بالله. بتدور على منتخب 2001 ازاي و2002 و2000 بتدور على منتخبات مفيش ازاي؟ منتخب. وطبعا اللي عمله الدكتور محمود سعد مشكورا طبعا، محدش يعملها الا هو. اتحاد الكوره الكابتن وليد العطار والاستاذ عمر الجنايني طبعا، القوائم 30 لعيب مش هيصلح الا لعيب الكوره هو اللي هيتقيد فقط لا غير، لعيب الكوره بس اللي هيتقيد اللي هو في عدد 30 لعيب. دي بتخلي معظم مدربين في حيره، انا عندي 30 لعيب هقيد 30 هقيد 25 هتفضلي خمسه بين الدورين، يبقى في مشاكل في الدوري، يبقى في قطاعات السنه دي في جمهوريه طبعا، الراجل عامل تصور وحاطط تصور للقطاعات تصور للجمهوريه عشان المنتخبات، عشان المنتخبات طبعا. كابتن اشرف عايز اتكلم معاك برضو في النقطه دي، انت شايفها ايه برضو في الدوري المصري بالنسبه للاستثمارات الرياضيه وطبعا فرق الاستثمار والكلام ده؟ لا بص زي ما قال الكابتن ايهاب ان الدكتور محمود ابتدى في خطوات بتتاخد للقفله على الناس اللي هم المنتفعين بدون وجه حق دولك من الاستثمار الرياضي، بس احنا عايزين خطوات اكتر من كده. احنا بقى عايزين الدكتور محمود يبقى في مراقبه حتى للشركات او الافراد اللي هم بياخدوا حقوق الانديه او بياخدوا الفرق الرياضيه في جوه الانديه نفسها، يبقى في ربط بينه وبين الوزاره. احنا مش عايزينك توقف حال الناس، يعني احنا مش عايزينك ايه تقول ان لا ده ما ياخدش او دوك او مثلا ملاحظات جامده ان اللي داخل ياخد استثمار جوه النادي ما يقدرش ياخدها، لا احنا عايزينك جميل. تجيب الشخصيه اللي هي هتاخد اللي هي هتاخد تمام جميل. انت مش هنقول لك حط له بنود ولا حط له شروط ولا حط له اي حاجه، خلي دي للاداريات داخل النادي، لكن اعمل مقابله شخصيه يتاخد بعدها موافقه من حضرتك ان الراجل ده يستحق ولا ما يستحقش. جميل. كابتن انت اولياء امور مدربين يا كابتن،
تتكلم في نقطه يا كابتن، برضو مش ولي ليه امر ان يبقى مدرب النهارده ولي امر دلوقتي. بص يا كابتن محمد، احنا رحنا دكتور محمود دي تحط لها حد. احنا وصلنا لمراحل ان ولي الامر دلوقتي اللي ابنه ما بيلعبش بيروح يشتري فرقه عشان ابنه يلعب. ايوه ده اللي انا شفته. يعني احنا كتر خيرنا ان احنا شغالين في الكوره، احنا في داخلين على حاجات احنا بنخش وبنسمعها وبنشوفها احنا ما كناش بنسمع عنها اي حاجه، وهي دي اللي ماشيه في مصر. تمام. انت شايف يا كابتن هاب بالنسبه للعيبه اللي هي بتدفع فلوس عشان تسافر دوله اوروبيه ويقول لك احتراف ويروح هناك ويرجع تاني ما يلعبش، شايف الشركات وضعها ايه في النقطه دي؟ انا شايف ان انا اختار الشركه الصح، المكان الصح اللي انا اقدر هستفاد ولا لا، واعرف المكان اللي انا رايح هستفاد ولا لا. يعني انا احاول برضو ولي الامر كمان، واللعيب ما بقاش غبي، الناس بقت عارفه كل حاجه خلاص. جميل. المجال هو اتفتح قوي، ولي الامر بيشوف الدعوه، ما طبعا بيروحش للسفاره بيراجع. مش عايزين بس ما ايه بيشوفش مش الكلام عايزين ده، بياخد ايه يدفع فلوس وخلاص على اه طول. مش عايزين البند بتاع يا عيني وولي الامر غصب عنه وهيعمل ايه ومجبور وباع حته ارض وباع بيته، مفيش الكلام دوت. ولي الامر عارف كل حاجه، مفيش حد دلوقتي في المجال غلبان. انا دلوقتي انا عارف رايح لالف، عارف الف ده حرامي ولا مش حرامي، راح لبيه عارفه ده بيسافر ولا ما بيسافرش، راح لجيم عارف هو عنده علاقات ولا ما عندوش علاقات. جميل. بيروح هو ده يتفسح ويدفع فلوس على الفاضي ويرجع. ما هو انت، ما انا بقول لك، ما هو اختيار ولي الامر هو يا استاذ محمد. ما هو انت يا استاذ محمد قبل ما تدفع 40,000 و50,000 و30,000، ما هو انت لو تعبان في الفلوس وبقى حته ارض اكيد هتدور يعني وتسال على الفلوس رايحه فين. جميل. ما هو الناس مش غلابه قوي للدرجه دي ان انا اروح معايا 25 ارميهم 30 ارميهم وانا مش عارف فلوسي رايحه فين. جميل. صح ولا غلط؟ انتوا ليه بتلوموا على الناس؟ الحرامي دايما ذكي ودايما بيختار الفريسه بتاعته. صح. جميل. طب تمام. انت ما تخلينيش ان انا اروح انا افترسك، ما انت اختار الصح. اختار انت المكان اختار الصح، اختار المكان الصح، انت اعرف انت بتتعامل مع مين، واسال مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره ومليون. ان انا اخد الدعوه من نادي اسال عليها بس، ده اخد الدعوه اسال عليها. في معانا برضو مجموعه صور دعوات برضو جايه من دول اوروبا، وفي حاجات بالنسبه للشركات. تمام يا كابتن ايهاب. وفي طبعا حاجات يعني دعوات جايه من اوروبا بالنسبه للعيبه والكلام ده، وبتيجي طبعا بتذاكر السفر بيبقى موجوده بالنسبه للشركات اللي هي الشركات عندنا في هي الشركه الصدق. عندنا في الشركه نفس السيستم، شغالين في الشركه برضو بنفس السيستم، بيجي لنا برضو نفس السيستم اللي حضرتك قلته ده. تمام. هو الكابتن اشرف طبعا كنا اتكلمنا قبل كده في حاجه زي كده من حوالي سنه بخصوص اللعيبه بتسافر، اللعيبه بتروح تنزل انديه والكلام ده، كان في لعيبه من عندك كانت بتلعب في انديه هنا. بص يا كابتن محمد، المشكله دلوقتي ان حتى في الدول اللي بره بقوا عندهم حتى الناحيه الاستثماريه هم بقوا شغالين فيها، فدي بقت تعمل ضغط على اولياء الامور حتى في الجوانب الماديه. يعني انت هنا بتنهي اجراءاتك بمبلغ معين، تمام، بتيجي تصدم هناك مثلا ببعض المبالغ اللي هي طبعا انت بتبقى حضرتك عارفها، انت راجل في المجال وعارف ان في اقامه الدوله طبعا، انت كل الاجراءات اللي انت هتاخدها دي لو انت ما خدتهاش انت مش موجود جوه اي نادي سواء في اوروبا او في الخليج. تمام. الاقامه، الليسانس، الحاجات دي الادارات اللي هي قبل ما توقع اي عقود. معانا بص أندية. مجموعه صور، معانا مجموعه صور عايزين كده برضو تعليقات عليها. دي في لعيب فريق نادي البنوك بورسعيد كانوا واخدين المركز الثاني السنه اللي فاتت، اللاعب محمد كهربا، لاعب حازم، لاعب عمر عسكر، لاعب عمر عبد العظيم، لاعب وحيد، احمد ماهر. فريق 2006 كانوا واخدين تاني السنه اللي فاتت طبعا. على 13 نادي فيهم السنه دي طلب منهم لعيبه، اللاعب مجدي العباسي ده بيلعب في النادي المصري طبعا، فروت النادي المصري. دي بقى مجموعه اللي بنتكلم عليها كابتن اشرف، الدعوات اللي جايه من سلوفيكيا وجايه من كوسوفو وجايه من اذربيجان. طبعا اللعيب بيدفع حاجه رمزيه بالنسبه ليها، بيجي لهم تذاكر السفر، الاقامه، الكلام ده بينزل لمده شهر. معانا اللاعب انسي مصطفى طبعا كان كابتن النادي المصري، نجم النادي المصري. معانا اللاعب يوسف عبد الحفيظ. معانا اللاعب زياد ده من احرف اللعيبه في محافظه بورسعيد. معانا دي مجموعه صور برضه اسم اللعيبه، موسى ووحيد واللعيبه المميزه محمود ماهر، محمد سعيد، المجموعه اللي كانت اخذت الدوري السنه اللي فاتت المركز الثاني. طبعا كنا فارقين عن المصري ماتش واحد، واللاعب عبد الله، اللاعب عمر وحمص، وطبعا اللي برضه انسي مصطفى.
تمام يا كابتن اشرف، عايزين طبعا برضو بس احنا نتكلم عايزين عن نتكلم موضوع على الناشئين الناشئين بالنسبه للاستثمار. بالذات. لا احنا عايزين نتكلم عن الاول الناشئين في بورسعيد. طبعا انا كنت السنه اللي فاتت دي من نادي ايطالي، مبعوثه دعوه من نادي ايطالي، مبعوثه برضو اللاعب هينزل اقامه لمده شهر هناك في النادي، على تبع النادي يعني، هينزل تبع النادي لمده شهر. تمام يا كابتن معاك. بقول لحضرتك كنت طبعا انا شغال في بورسعيد الموسم اللي فات. طبعا بورسعيد مليانه اكتر من اللازم بالمواهب، بس مشكله بورسعيد في الغلق اللي هي قافله على نفسها، يعني حتى في التيمه الاحترافيه او ان هو يطلع لعيبه بره دي. يعني انا بلاحظ ان الدنيا مقفوله هناك شويه. يا ريت منطقه الكره بورسعيد يبتدي يفتح المجال للعيبه بتاع بورسعيد انهم يخرجوا. جميل، هي احنا مقفول علينا. ما هو لا فعلا مقفول. انا اتفرجت، تمام انا في يعني احنا في لعيبه، انا مش عايز اذكر اسماء، يعني في حتى تمام يا لعيب كابتن من ضمن اشرف. معايا اتصال طبعا كابتن اشرف ناوي، نائب فرحات رئيس مجلس اداره الكم الاحمر، فرحات كابتن فرحات. كابتن فرحات ناوي. اهلا بيك يا فندم، اهلا اهلا بيك، وسهلا كابتن فرحات، شرفتنا يا كابتن فرحات، اهلا اهلا وسهلا. بيك واهلا بضيوفك يا كابتن، اهلا بيك يا من فندم، الاخر ربنا يا كابتن يكرمك. فرحات، معايا طبعا الكابتن اشرف الشاهد والكابتن ايهاب الحسيني. طبعا طبعا علامة من علامات كرة القدم عندنا في المنطقة وفي المحافظة كلها، واسمهم بسم الله ما شاء الله، يعني ناس محترمين وناس أفاضل، ربنا يوفقهم يا كابتن، ربنا يوفقهم. تمام يا أهلا كابتن، بيك وأهلا تمام. بضيوفك. عايزين نتكلم يا كابتن فرحات بالنسبة للتسويق الرياضي وبالنسبة لدوري كرة القدم عندكم. والله يا كابتن، أنا بالنسبة لدوري كرة القدم في منطقة الجيزة، في فرع الجيزة لكرة القدم، بسم الله ما شاء الله في الفترة الأخيرة ماشي بشكل كويس، ماشي باحترافيه. مجلس اداره المنطقه واللجان الرياضيه في المنطقه بسم الله ما شاء الله ناس محترمه وناس افاضل. طبعا في لجنه المسابقات على راسها الكابتن صالح عبد الحميد مدير اللجنه، بيبذل مجهود كبير كبير بسم الله ما شاء الله، بدايه من المجموعه بتاع القسم الثالث للبراعم اللي هي دلوقتي عملت طفره في كره القدم، لان طبعا ما نقول التسويق الرياضي يبقى نقول البراعم. تمام، كابتن فالبراعم فرحات. البراعم كان مشروع من مشروع فرع الجيزه لكره القدم، يمكن تقريبا اول فرع هو اللي يفكر في موضوع البراعم، هو اللي ينشئ مشروع البراعم، والحمد لله ماشي بشكل كويس وبينجح حققات نجاحات كويسه تمام يا كابتن كل فرحات. موسم افضل من اللي كم قبله. مجموعة كابتن فرحات عندك في الدوري؟ في البراعم ولا في المنطقة؟ بالنسبة للمنطقة. في الناشئين، والله القسم الرابع تقريبا السنة اللي فاتت كان 3 مجموعات، الناشئين تقريبا كان كل مرحلة سنية، كل مرحلة عمرية كان تقريبا في مجموعتين وفي 3 مجاميع حسب الفرق المشاركة، بس هو طبعا التسويق الرياضي زود عدد الفرق المشاركة زود عدد الفرق. مش فكل. لسه بنتكلم مع الكابتن ايهاب دلوقتي والكابتن اشرف في النقطه دي. تمام يا فندم، هو هو تقريبا الدكتور محمود سعد يعني مشكورا، هو واتحاد اللجنه الخماسيه في اتحاد كره القدم، بان هو حط القوائم عدد 30 لاعب، 25 تمام لاعب بالنسبه لعيبه كره القدم هو اللي يتسجل بس. تمام يا فندم، والقرار ده لسه جاي لنا تقريبا من كام يوم ولسه مطلع عليه، شغالين بشكل احترافي وشغالين بشكل كويس. الدكتور محمود سعد طبعا راجل استاذ ومعلم عندنا. بالنسبه لمشروع البراعم تقريبا كان عدد من كتر عدد الفرق المشاركه كانوا بيقسموها يا كابتن قطاعات الف وب وجيم ودال، يعني كل نادي او كل ايوه، ما هو مركز عدد الفرق كان كتير طبعا. كان كتير جدا، وهم تقريبا السنه دي بيفكروا انه يخلوها الف بس، احنا مش ضد الاحتراف تدور ولا ضد القاهره هنا الاحتراف. بالنسبه للبرايم ممكن تلاقي 25 فرقه 30 فرقه، ده يعني تقدر حقيقي، تلعب فيه سنتين ثلاثه، مش تلعب فيه سنه. ده حقيقه. انت عارف بقى كره القدم دلوقتي بقت صناعه وبقت استثمار وبقت مصدر رزق وفتح بيوت ناس، واحنا مش ضد كده، احنا مع كده بشرط ان يكون مثلا اللي شغالين في العمل يكونوا ناس بسم الله ما شاء الله فنيين، ناس اكاديميين زي الكابتن ايهاب الحسين، زي الكابتن اشرف الشاهد، وامثله كتيره يعني، هو ناس كابتن تشتغل اشرف هو مع وتشتغل. حضرتك عايز اوجه لك كلمه برضه. اتفضل يا كابتن، اتفضل، اهلا لا ده بيك، احنا اهلا بيك. انا بس بشكر الكابتن فرحات نعم كابتن فرحات والكابتن وسام رمضان، وبرضه عايز اذكر الكابتن اسامه صالح في البراجيل، من الناس اللي هم مهتمين ان هم بيساعدوا وبيبصوا على الناس اللي هي بتبقى جايه تشتغل، مش فاتحه ابوابها للناس اللي هي بيبقى فيها خلط كده، وانهم بيقلوا من المسابقه. احنا بنشكرك كابتن فرحات، واحنا عارفين المجهود اللي انت بتعمله جوه الكوم انت كابتن ومجلس اشرف، الاداره. كابتن اشرف احنا موجودين لخدمتكم. شكرا كابتن فرحات، شرفتني باتصالك.
كابتن اشرف، عايزين نتكلم كده في خطوه سريعه، ايه رايك في انجازات الحاج محمود الاسيوطي في الاستثمار الرياضي في مصر؟ خطوه هو الحاج محمود خد التورته كلها، يعني هو الحاج محمود يعني انت شايف انا طبعا ده طب جميل هو اللي بيعه. كلمه اخيره كابتن اشرف كده بخصوص الحلقه. انا بشكر الناس اللي لسه زي ما كنت بتكلم مع كابتن فرحات، احنا بنشكر الناس اللي هي بتدعم الشركات او الشباب اللي هو عنده طموح ان هو يستغل ناحيه الاستثمار الرياضي بطريقه صحيحه. نشكر الكابتن اسامه رمضان رئيس مجلس اداره الكم الاحمر، وطبعا كابتن. الكابتن فرحات ومجلس الاداره، والكابتن اسامه صالح ومجلس اداره البرجيل بالكامل. جميل يا كابتن اشرف، طبعا شرفتوني كابتن اشرف وكابتن ايهاب الحسيني في حلقه اليوم. حبيبي يا كابتن. شكرا مشاهدينا الاعزاء، ونلتقي الاسبوع القادم في حلقه جديده برنامجكم العالمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.